السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي صديقاتي متتبعي قناة أخوكم حسين على اليوتيوب. نلتقي معكم مرة أخرى في فيديو جديد دائما فيما يتعلق بالويندوز. بالأمس قامت شركة مايكروسوفت بإصدار النسخة الأخيرة من الويندوز وهي ويندوز 10. كما نعرف ويندوز 10 هي آخر إصدار كما صرحت مايكروسوفت، لأن بعد 2017 سوف تكون الويندوز هي آخر ما تصدره مايكروسوفت. لا ندري ما هي مشاريعها القادمة. كما تلاحظون قمت بتثبيت النسخة الرسمية وهي مفعلة قانونيا كما تلاحظون، لذلك أردت أن أقدم لكم طريقة تثبيتها، يعني نسخة كاملة لمن لم يقم بالتسجيل. سابقا شرحنا طريقة طلب النسخة كاملة، هناك من لم يقم بالتسجيل، لذلك سوف أقدم لكم هذا الشرح البسيط. تابع معي، كل ما عليك فعله هو الذهاب لهذا الرابط الذي سوف تجده في الوصف، software download windows 10 كما تلاحظ. تهبط الى الاسفل ثم تجد هنا download to now، هنا 32 بيت وهنا 64 بيت كما تلاحظون. تختار النواة التي تستعملها، لمعرفة النواة تذهب الى الحاسوب ثم property وتنظر هنا 64 بيت. هذا في الويندوز خاصتك 7 أو 8 8.1 للتحديث إلى الويندوز 10. إذا تختار النسخة التي تلائمك، تضغط عليها للتحميل. بعد التحميل سوف تعطيك هذه الأداة Media Creation Tool for بالنسبة لي 64 بيت. أنا لم أستعمل هذه الطريقة لنكون واضحين أكثر، ولكن هذه هي الطريقة الرسمية. أنا قمت بالتفعيل المباشر، التحديث المباشر. إذا بعد ذلك تضغط ضغطة تيزر سوف تظهر لك هذه الواجهة. بعد تضغطنا إذا كنت تريد التحديث مباشرة اضغط على مات أنيفو سي بي سي مانتانو ثم سويفو وسوف تقوم بتحميل التحديثات. مبروك عليك ويندوز 10. أما إذا أردت أن تقوم بتحميلها تضغط على هنا Create and Support Installation يعني لجهاز آخر، تضغط على سويفو تختار لغة الويندوز فرنسيز مثلا، تختار الفاميليال أو بروفيسيونال النسخة التي تريدها ثم تضغط على سويفو. هنا إذا أردت تحميلها وحرقها مباشرة على قرص فلاش ديسك تضغط عليه هنا، إذا أردت مباشرة حرقها على فلاش ديسك، وهنا لتحميلها على شكل ملف إيزو ثم سويفو. هذه للتحميل. أما كما قلت لي التحديث المباشر اضغط على ميتر أنيفو سي بي سي مثلا، وبالشرط يجب أن تكون متصل بالإنترنت. هذه هي أسهل طريقة كما تلاحظ. هذا هو فيديو نهار اليوم، الطريقة سهلة وبسيطة، أتمنى أن تنال إعجابكم. سوف لنا مواضيع أخرى عن ويندوز 10 سنتطرق إليها في الفيديوهات المقبلة إن شاء الله. كان هذا أخوكم محسن، إلى اللقاء مرة أخرى وسلام.